من ضمن الأسئلة، أنا الحمد لله بحوش حوالي 10,000 جنيه من مرتبي كل شهر. كنت عاوز أفكار لحاجة ممكن أستثمر فيها الفلوس تقدر إنها تدخل دخل إضافي، أو على الأقل تحافظ على قيمة الفلوس. في أكتر من حاجة، في ناس بتضعها في الذهب، والذهب هو الخيار الأمثل. أنا وجهة نظري ده، لو أنت بتحوش 10,000 ضعهم في الذهب علشان قيمته مش بتقل. ممكن تجيب السبائك، سبائك لطيفة جدا معلهاش مشغوليات، بتبيعيها بالثمن اللي انت اشتريتيه بيها بدون نقص من المصنعية. لو انت شلتي ما شلتيش البلاستيك اللي عليها فدي كويسة جدا. ممكن انك تجيب كل فترة مثلا نص جنيه ذهب، او كل شهرين على حسب، طبعا معرفش اسعار الذهب هتغلى ولا لا، ربنا يستر، ولكن اعمل حسابك ان هو استثمار طويل الاجل. وعاوز اقول لك، انت بعد 5 سنين هتلاقي انه جاب ثمنه وزياده. فلو انت مش عاوز فلوسها في الوقت الحالي، احتفظ بيها في صورة الذهب، وان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير باذن الله تعالى. وده وجهة نظري.